هذا وأكد الرئيس السيسي أن حجم المساعدات المصرية للأشقاء الفلسطينيين بلغ حوالي 70% من إجمالي المساعدات الدولية. وأكد الرئيس السيسي أن الجهود المصرية مع الولايات المتحدة والأشقاء القطريين تكللت باتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد. كان القرار باستمرار فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وكذا استقبال الجرحى والمصابين على الرغم من ضراوة وشدة القتال، إلا أننا حافظنا على استمرار فتح المعابر أو المعبر، وقد بلغت المساعدات التي قامت الدولة المصرية بإدخالها إلى قطاع غزة أقصد حوالي 12,000 طن، نقلتهم 1,300 شاحنة منهم 8,400 طن قدمتها الدولة المصرية من خلال الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر، وبما يبلغ 70% من إجمالي المساعدات. كما خصصنا مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج بإجمالي 158 رحلة جوية، وقد تكللت الجهود المصرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء القطريين في الوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وآمل أن يبدأ تنفيذها في الأيام القادمة دون تأخير أو تسويف